ما تقول الو. مين الو؟ يا كابتن مصر. لا تاني قول لي يا كابتن مصر تاني كده هيعرف. يا كابتن بركات. يا كابتن مصر ده سعد. بيغني يا جماعه، بقول لكم صوته حلو. سعد سمير. سعد 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 حبيبي سعد. عارفك يا سعد حبيبي، من الشخصيات اللي انا بحبها جدا وعارف كده يعني. طبعا سعد يمكن من اكتر الناس اللي الواحد بجد بقى يشوف. انا ما بحتضنش حد اصلا بقى كده، فاهم انت؟ عارف انا بس يعني سعد دوت يعني، اولا دمه خفيف جدا، تحس ان هو ما جاي كده صغير كده واتزرع كده في وسطنا، تحس ان هو عايز يعمل حاجه. هو مش جاي يهزر ولا جاي هو مبهور بالناس اللي شايفها ولا اي حاجه. هو بص جاي تنزل مركز، بص يقعد يفرم ويفرمك على فكره، ويبقى خايف كده، هو بيطبطب ويفرمك ويديك التمرين ويجري وبتاع كده سعد. وبعد كده خد، وبعد كده اثبت نفسه ومشي، بقى دلوقتي عنصر اساسي بعد كده في النادي الاهلي، وبعد كده راح منتخب مصر. يعني عمل كارير بسرعه سعد وكده. طبعا يعني طبعا بقول له هارد لك، الاصابه معطلك يا سعد، بس ان شاء الله ترجع بقى. مبروك الدوري يا نجم النجوم، بنرحب بيك. برحب بحضرتك كابتن هاني، وبرحب سام وكابتن بركات طبعا منور. مبروك على حضراتكم ومبروك على النادي الاهلي الدوري رقم 42. الحمد لله موسم مميز بالنسبه لنا كفريق وكمجموعه من اللعيبه السنه دي مع الجهاز الفني، وببارك طبعا لمجلس الاداره. كان موسم كويس بالنسبه لنا، والحمد لله يعني خطوه مهمه وخطوه تدينا دافع للبطوله الافريقيه ان شاء الله باذن الله. وطبعا معاكم واحد من النجوم والاساطير اللي مرت علينا سواء في النادي الاهلي او في منتخب مصر. هو ما بيحبش يتكلم عن نفسه كتير في الكوره، لكن يعني حفظ بركات طبعا محمد بركات يعني من الاساطير فعلا، ومن اللعيبه اللي صعبه تتكرر في مصر من ساعه ما اعتزل لحد دلوقتي. مش حد شبهه ومش حد زيه خالص في الكوره. حبيبي سعد حقيقه. الواحد يا كابتن هاني كان محظوظ ان هو غير ان هو لعب مع الجيل، بس الواحد كان محظوظ بشكل شخصي ان هو لعب مع بركات. بركات من الناس اللي في الملعب تستمتع وتحب تتفرج عليها. فطبعا لو قعدنا نتكلم على بركات من هنا للسنه الجايه مش هنديله حقه كنجم كبير في كره القدم المصريه. لا طبعا، هو كمان كابتن بركات بيقول هو ما بيحتضنش حد، لكن هو حس بيك كده اول ما دخلت ان ليك يعني جاي فورميشن، يعني انت عايز ميشن معين وهتوصل لها. وكان بيقول كمان انت كنت بتخبط فيها يا سعد، يعني بتخش فيه ما بيهمكش يعني في التمرين. هو كان بيقلق شويه والله. وبعدين هو ما بيتمسكش يا كابتن هاني، يعني بركات ما بيتمسكش خالص بره التمرين. فهم كابتن يعني زي ما كابتن بركات قال، كانوا مجموعه صعبه جدا ان حد يعني يخش وسطها صحيح يلعب معاه ويبقى يقدر يجاريهم. مجموعه عظيمه ومجموعه عملت تاريخ كبير جدا سواء في النادي الاهلي او في منتخب مصر. لكن كان عندهم ميزه كابتن هاني، عندهم عين حلوه، يعني يقدر يقول لك اللاعب ده هيكمل ولا مش هيكمل، اللعيب ده عنده شخصيه وممكن يبقى وسطنا ولا لا. وفعلا يعني في لعيبه كتير بدون ذكر اسماء كنا نقعد ونتكلم، وحتى هم يجوا يسالوك على لعيب معين، ايه رايك في شخصيته؟ ايه رايك في طبعه وعامل ازاي؟ اخلاقه عامله ازاي؟ ويعني كان كابتن بركات او تريكا او جمعه استاذ معوض عماد كده، يعني كل النجوم دي حسام غالي عندهم رؤيه. اللعيبه اللي قالت ان هي مش هتكمل فعلا ما كملتش. فالواحد كان حريص ان هو يسمع منهم يا كابتن هاني دايما، يتعلم منهم، يبص عليهم بيعملوا ايه. ويمكن الواحد استفاد كتير جدا منهم، وبيحاول ان هو يمشي على نفس الطريق بتاعهم، لكن هم فادونا كتير جدا جدا يعني. ايه النصيحه كابتن بركات؟ انت كنت بتقولها لسعد. لا والله سعد كان وصل لمرحله من المراحل اللي كانت كويسه جدا بالنسبه لحياته الكرويه، يعني لما بقول لك ان هو يبقى عنصر اساسي في دفاع النادي الاهلي، وعنصر كان بيتم الاعتماد عليه في منتخب مصر فتره من الفترات. يعني اكيد هو تعب علشان يوصل للموضوع ده، ولكن طبعا يمكن سعد حظه عشان الفتره الاخرانيه او في موضوع الاصابات، يعني بيغيب فتره كبيره يرجع يلاقي اصابه ثانيه، ولكن بتحصل للعيب الكوره. ولكن ازاي ان هو يرجع نفسه، ازاي ان هو ما يحط رجله في الملعب، ازاي يبقى حاطط في دماغه زي ما حطيت في دماغك قبل كده ان انت لسه قدامك كتير تقدمه، زي ما حطيت في دماغك ان انا هخش وسط الناس ديت وهبقى اساسي في النادي الاهلي وهروح منتخب مصر، ان انت هترجع نفسك ازاي. لان الموضوع بيبقى اصعب، لان بيبقى في ساعه الواحد برضه بيبقى السن بيعدي والاصابات بتخلي الواحد، بس انت ازاي هتفكر ان انت توصل لده كله. انت كله شغل بس نفسي. ايوه تفكيرك ان مفيش حاجه عطلتها، خلاص هي كان مساله وقت، وان انا دلوقتي راجع. وسعد طبعا يعني اما بيبقى في حالته الفنيه والبدنيه طول عمرنا بنقول عليه مدافع محترم، مدافع قوي،
البنيه الجسديه بتاعته كويسه، ما بترقصوش بسهوله، يعني في كل المقومات يعني دايما اللي احنا بنتكلم فيها تكون كويسه في مدافع. فاعتقد ان سعد يعني يقدر ان هو يرجع ان شاء الله بعد الاصابات ديت ويرجع ياخد مكانه تاني في دفاع النادي الاهلي في منتخب مصر باذن الله ان شاء الله. وكمان موقف كمان سعد معانا، موقف من المواقف المهمه جدا ان سعد يعني النادي الاهلي قال له انت بره القايمه خالص مش موجود معانا، بس يعني ما عندوش مشاكل وده اللي يمكن ده اللي انت ممكن كنت شفت برضه بركات في شخصيه طالعه قدامك، حاسس انه هيكون قد المسؤوليه على مستوى الملعب وبره الملعب. سعد من الناس اللي بتحب النادي جدا يعني. سعد من الناس اللي بتحب النادي جدا، واحد غيره ممكن يفكر تفكير تاني خالص يعني، ولكن ممكن يقول لك انا فري حر وهروح النادي بتاعي تاني يعني، انا هروح فين، او مثلا كان تفكيره انا لو هسيب النادي الاهلي فهروح فين. فهو ده حب في موقف حصل، وعارف ان هو حصل لسبب معين ان هو كان بعيد وهياخد وقت طويل، وده حصلت يمكن مش اول مره تحصل مع سعد. ايام ما كان بيبقى في اصابات وتبقى الناس بعيده او ناس حتى موقوفه مش هتبقى موجوده الفتره الاولانيه مثلا، في اذا كان ما كان ساعتها دور ال 32 وال16 مرتبطين ببعض، كان بتبقى في ناس موقوفه، كان بيبقى في تفكير ان انت تبعدهم الفتره الاولانيه عن تلاقي الدنيا عادي جدا. انما سعد من الناس اللي زي ما اتكلمنا فنيا هم بيبقوا عاملين ازاي، ولكن حتى حبه للنادي وان النادي يعني عمل اسم سعد سعد عشان حبيبي، بنقعد مع بعض كتير، بنقعد نتكلم وبتاع. فيمكن انا الحاجات اللي اعرفه عن سعد اكتر كتير قوي من حاجات كتير قوي ناس ما تعرفهاش عن سعد. انتوا قريبين قوي بعض يا كابتن، فاكر لما مضيت وقلت لي هتقعد بعد ما مضيت؟ ما ضحكوا عليك؟ ايه الموقف؟ مين اللي ضحك عليه؟ لا سعد كان فتره من فترات كانت هزار اصلا يعني، بس هو سعد كان على يعني ايه، جات له فتره ما كانش بيلعب وكان هو المفروض عايزين يمضوه ولازم يمضي بقى يعني وكده، فسعد ما بيلعبش. فالمهم ايه، سعد كده ايه هوبا قام لعب اساسي، هوبا الماتش اللي بعده قام لعب اساسي، فايه مضى سعد وبتاع. قلت خلاص ضحكوا عليك، لا ابوك ماتشينو بجد بعد كده مش هتشمها. لا طبعا هو سعد من اللعيبه المميزه جدا وبيحبوا النادي جدا يعني فعلا بجد. دي حقيقة. وايه تاني يا سعد قول لنا، ما هو اصل انت لازم تقول لنا بركات، اصل انت دمك خفيف وانا عارف، ودايما اوضه اللبس بيبقى وانا عارف مع المنتخب الاولمبي بيبقى في يعني هزار كتير وضحك كتير، لكن كمان سعد وبركات فلا ده يبقى قصه تانيه بقى. لا بركات من الناس يا كابتن اللي فعلا وجودها كان في الفرقه عامل حاله كبيره جدا من يعني من الحب والاحترام، وتحس ان في بهجه في اوضه اللبس، في راحه في اوضه اللبس، اللعيبه كلها بركات يعمل جو في الاوضه مختلف جدا. انت محتاج اللعيبه اللي من النوعيه دي ان هي تخلي الامور في اوضه اللبس وفي الفرقه وفي الاتوبيس فيها روح حلوه وفيها فرحه وفيها مرح. يمكن كان هو وعاشور وطبعا احنا طلعنا معاهم بقى انا وعفروت ومجموعه الشباب اللي طلعوا، كان محمد سمير واحمد عادل، كان هو دايما حتى في الدايره يا كابتن هاني ما يلعبش مع اللعيبه الكبار، يلعب مع اللعيبه الصغيرين على طول. هو ده في الدايره يعني الدايره ولا ايه؟ الدايره اللي هي وانا لو الكبار وانا لو الكبار هقول لحد ينزل ممكن ما يسمعش مني، انما دول اي حد ينزل هينزل. هتنزل والله كنت تدي بوش رجلك تدي له في وشه الكوره فيقوم عامل كده اقول له انزل كده على طول، مش حابب انزل يعني. طبعا بتنزل بتمشي امورك بقى انت صغير، لازم تنزل يعني تنزل. كابتن بركات يقول لك هتنزل دايره هتنزل دايره، لكن هو في مواقف كانت يعني صعبه. واثناء يعني احنا كنا بنلعب المحله مره وجيت بيلعب، وبعدين بركات ممكن يبقى في الملعب جايب جول ومكسر الدنيا والماتش شغال، يقوم قايل لك حاجه اصلا عكس سير اللي بيحصل حواليك خالص، يعني جايب جول والدنيا حلوه فجاه شديد لعب كوره وحشه، فالكابتن حسام لف وقام متنشن وهي جديد ده ومش عارف ايه وبتاع، وادى لجديد واحده. كابتن حسام انفعالاته يعني ايه بتبقى تلقائيه جدا، فبركات قال لي شديد هنسيبه كده؟ قلت له هنسيبه كده ازاي؟ قال لي لازم يعرف ان هو خد واحده، ما ينفعش ما يعرفش، وبعدين شديد من النوع اللي بيسخن. قلت له يا كابتن شويه بس هنقول، قال لي لا لازم نقول. المهم قلنا لجديد، قلت له جديد حصل كذا كذا كذا، وكابتن اداك واحده. ثاني يوم اجتماع مع الكابتن حسام، طبعا بركات طلعت لنا اللي اقول. ثاني يوم الكابتن حسام عمل اجتماع، يا جماعه دلوقتي عيب اللي حصل وما ينفعش يبقى فيه استحاله وفي اي حاجه، واللعيب يعرف ومش اللعيب يعرف، ولازم اعرف دلوقتي دي مين اللي قال. بركات بقى مش بيسكت، يعني يقول للكابتن حسام ايه؟ يا كابتن حسام لازم نعرف مين اللي قال.
وانا واقع جنبه وهو من اللي مطلعني. يا كابتن حسام احنا مش هنمشي مننا لما نعرف ايه اللي قال. وطبعا قعدت انا متصدر ومرعوب. هيسلمني يعني هيسلمني وبيع وبيع ايه؟ تسليم اهالي. كابتن حسام ما عرفش يعني. فبركات من الشخصيات الجميله في الكوره والشخصيات اللي هي عملت اسم وتاريخ كبير جدا. دلوقتي مدير منتخب يعني حاجه شرف وحاجه طبعا. احنا كلنا كناس لعبنا معاه بنتشرف ان النجم بتاعنا بيمثل دلوقتي منتخب مصر. واتمنى له التوفيق هو وجهاز المنتخب طبعا كله مع الكابتن حسام، وان شاء الله يعملوا حاجه تليق بالكره المصريه. والكابتن بركات لازم تعرف يعني الناس كلها بتحبك، الناس كلها بتموت حاجه اسمها محمد بركات. حبيبي يا سعد حبيبي، وربنا يوفقك يا رب كده وترجع اجمد من الاول ان شاء الله. يا رب يا رب كل التوفيق ليك يا كابتن. مبروك يا سعد. مبروك الو الف الله يبارك فيك يا سام. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك يا حبيبي. شكرا لك. مبروك يا سعد، وان شاء الله نشوفك في الملاعب قريب. ان شاء الله ان شاء الله تبقى قريب موجود.